اشهر سؤال بيجي في الامتحانات، يجي يقول لك if A, B, C and D are proportional, prove that ده equal ده. بص بقى تعمل ايه لما يجي يقول لك A, B, C, D are proportional، ترد عليه تقول له A over B equal C over D equal M. ده حاجة ثابتة، شايف ده؟ يتحفظ A over B C over D equal M. ال A نطلع منه بمصلحتين، ال A equal B times M B M، دي المصلحة الأولى. المصلحة التانية ال C equal D M، دي المصلحة التانية C equal D M. كده طلعنا بمصلحتين خلاص. الشكل ده لما يقول لك A B C D are proportional، نقول له خلي بالك انت بتقول A B C are proportional، يبقى A over B C over D equal M، A equal B M C equal D M. ده كل مرة في السؤال ده تكتب الكلمة دي، تاخد ال left hand side اللي هو مكتوب عليه 3A plus C over 5A minus 2C. هتشيل ال A وتحط مكانها B M، تشيل ال A دي وتكتب مكانها، يبقى 3 تنزل، نشيل ال A ونكتب مكانها بي ام بلس ال C، نشيل ال C ونكتب مكانها دي ام تحت 5، ال A نشيل مكانها ونكتب بي ام ماينس 2، ال C نشيل مكانها ونكتب دي ام. وبعدين بصوا، بعدين هنبص فوق عندنا كام تيرم، ادي 1 2، البلس والماينس يفصلوا التو تيرمز عن بعض، يعني دول تو تيرمز، في هنا متكرر بي ام اسف، وفي هنا ام، يبقى الام فوق كومن فاكتور، اخد الام بره وافتح براكت، اتفضل 3 بي بلس دي. طب وتحت ام هنا وام هنا، اخد الام كومن فاكتور، اتفضل 5 بي ماينس 2 دي، ام فوق مع ام تحت باي باي، اتفضل بس 3 بي بلس دي اوفر 5 بي ماينس 2 دي. كده كده مستر، ده الرايت هاند سايد هو نفس الكلام. بص رايت هاند سايد 3 بي بلس دي و5B minus 2D، يبقى therefore إن ال left hand side equal ال right hand side، عشان ده هو هو ده خلاص. طبعا ده كانت بداية الأسئلة الجميلة. السؤال التاني ده جميل برضو، A B C D are proportional، قلت له يبقى على طول استنتج إن ال A over B equal ال C over D equal مين؟ M، واطلع منها بمصلحتين، المصلحة الأولى إن الـ A equal BM والـ C equal DM. ناخد الـ left hand side اللي هو 3A minus 2C و 5A plus 3C، 3 شيل الـ A واكتب مكانها BM، ماينس 2 شيل السي واكتب مكانها دي ام. يبقى الحاجة اللي بنشيلها اللي بنعمل لها ريبليسمنت ال A وال C، 5 شيل ال A واكتب مكانها بي ام، ماينس 3 شيل السي واكتب مكانها دي ام. ال M في ماينس هنا، في 2 terms، الام مشترك هنا وهنا، يبقى ناخد الام بره، نفتح براكت، خدنا الام اتفضل 3 والبي ماينس، خدنا الام اتفضل 2 دي، وتحت خدت الام فاضل 5 بي، خدت الام اتفضل 3 دي، كنسل اللي فوق ده كله مع اللي فوق ده كله، سوري كنسل الام مع الام،
M مع M، اتفضل. 3B minus 2D و5B minus 3D. بص كده على الرايت هاند سايد، ثري بي ماينس تو دي وفايف بي ماينس ثري دي، يبقى كده الليفت طلع هو هو مين؟ هو هو الرايت، اهو الليفت بعد ما نضفناه وظبطناه هو هو الرايت، يبقى الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد. يبدأ الموضوع يبقى أصعب شوية، بس برضه إحنا قدها. A B C D are proportional، قلت له يبقى A over B equal C over D equal مين؟ M. أطلع منها بمصلحتين، لأن الـ A equal B M والـ C equal D M. ناخد الـ left hand side، A power 2 plus A power 2 plus C power 2 over AB plus CD. خلاص يلا، A power 2 ال A PM power 2 plus C BDM، يبقى DM power 2 over A و B. ال A بكام؟ ب PM ال A بس بدلناها ب PM، وفي بي هنا ما ننساهاش، بلس السي بي دي ام، شيلنا السي وكتبنا مكانها دي ام، في دي ما ننساهاش. وزع الباور، يبقى بي باور 2 ام باور 2 بلس دي باور 2 ام باور 2 تحت، بي تايمز بي بي باور 2 ام بلس دي تايمز دي دي باور 2، والام تنزل. نسحب الحاجات المشتركة، فوق المشترك هنا البلس، الام بار 2 هنا وفي ام بار 2 هنا، هي الام بار 2، وافتح براكت. لما خدت الام بار 2 اتفضل بي بار 2 بلس، لما خدت ام بار 2 اتفضل دي بار 2 اوفر، خدت الام من هنا ومن هنا ادي الام، خدت الام اتفضل بي بار 2 بلس، خدت الام اتفضل دي باور 2. يبقى انا خدت المشترك فوق ام باور 2 منهم هما الاثنين، واخدت من تحت الام من الاثنين دول. البراكت ده قد البراكت ده، تكنسلهم مع بعض، اتفضل ام باور 2 اوفر ام. تقول يا مستر كنسل ام مايه مع ام مايه، اتفضل ام واحده عشان اللي فوق ام باور 2، كنسلت الباور، الام باور 2 عباره عن 2 ام، كنسلت واحدة مع واحدة تحت، اتفضل ام واحدة. ده كان الليفت هاند سايد، قبل الرايت هاند سايد. a اوفر b، شيل ال a واكتب مكانها bm اوفر b، شيل ال b مع ال b اتفضل m. كده الليفت هاند سايد قد الرايت هاند سايد. يبقى الليفت ايكوال الرايت، الموضوع هيبدأ يبقى أصعب شوية. نمبر 4، هنمسك ايه؟ هنشتغل، قالك ال A B C D are proportional. خلاص يا مستر حفظتها، A B equal C D equal M، أطلع منها بمصلحتين، ال A equal B M وال C equal D M. ناخد الليفت هاند سايد اللي هو A بار 2 plus C power 2 over B power 2 plus D power 2. ال A هشيلها وأحط مكانها B M power 2 plus، شيل ال C وأحط مكانها D M over B power. طب ال B هشيلها وأحط كام؟ سيب ال B زي ما هي، احنا بنشيل ال A وال C. وزع الباور، يبقى B power 2 M power 2 plus D بار 2 M بار 2 over B بار 2 plus D بار 2. ناخد المشترك فوق، ادي البلس اهي، هنا في M بار 2 هنا في M بار 2، يبقى هي المشتركة ناخدها common factor،
يتفضل بي باور 2، خدت الام باور 2 بره، اتفضل بي باور 2 بلس دي باور 2 اوفر بي باور 2 بلس دي باور 2، كنسل ده مع ده، اتفضل ام باور 2. ده كده بعد تظبيط وتنظيف الايه الليفت هاند سايد، نمسك الرايت هاند سايد ننضفه كمان لو محتاج اي حاجه تنضف، اسمه ايه سي وبي دي. طبعا البي دي مش هنيجي جنبها، احنا بننضف بنشيل الايه ونحط بي ام، ونشيل السي ونحط دي ام. طبعا كلهم انت عارف انهم تايمز، وهنا بي بي ام تايمز ام ام باور 2 بي تايمز دي بي دي، تحت في بي دي يا بي دي مع بي دي، اتفضل ام باور كام، خلي بالك ده تايمز، يبقى كده الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد. اللي بعدها بص الموضوع هيبدأ يصعب شوية كمان، a over a c و b d equal a minus c و b minus d ال all power 2. همسك ال left hand side، sorry a b c d are proportional a over b equal m، أطلع منها بمصلحتين ال a equal b m وال c equal d m. يلا نمسك ال left hand side اللي هو ال a c b d، ال a بكام b m وال c كام d m over b d، لسه موريها لك بنعملها ازاي، دول تايمز طبعا انت عارف، m تايمز m m بار 2 b تايمز d b d، تحت في b d، كنسل كنسل، اتفضل m بار 2. هنمسك ده ننضف اللي هو right hand side، right hand side يعني صعب شوية بس مش صعب علينا طبعا، a minus c b minus d power 2 a minus c ال a بكام ب b m minus ال c بكام d m over b minus d. ما تنساش ال all power 2 عشان بننساها دايما، equal زي ما هي، في مشترك هنا وهنا ال m، نفتح براكت، اتفضل لما خدت الام اتفضل بي ماينس، اتفضل هنا دي، ما تنساش الاول باور 2، وهنا بي ماينس دي، بي ماينس دي مع بي ماينس دي، اتفضل ام بس باور كام باور 2 ايه ام باور 2. يبقى كده معناها ان الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند هاند سايد. يبدأ الموضوع يصعب اكتر، a b c d are proportional، يبقى a over b equal c over d equal m، اطلع منها بمصلحتين ال a equal b m وال c equal d m. هناخد ال left hand side اللي هو a plus b c plus d equal power 2. يلا بينا، البي بكام؟ خلاص تعودنا، الاي بكام؟ بي ام بلس، شيل البي حط كام؟ لا انا بشيل الاي والسي بس، البي تنزل زي ما هي بي. طب السي دي ام بلس دي، على مهلك هنا البلس ايه؟ فين المشترك؟ تقول لي البي مشتركة هنا وهنا، يبقى ناخد البي بره، يتفضل ام بس بلس، مين هنا اخدت البي دي بره، اتفضل مكانها 1 مش 0 1، تمام، عشان لما نيجي نرجعها بي تايمز ام بي ام وبي تايمز 1 بي بي، فكده الدنيا مظبوطه. طب وتحت نفس الكلام، دي هتلاقيها مشتركه دي ودي، اتفضل ام بلس 1، كنسل ام بلس 1 مع ام بلس 1، اتفضل بي اوفر دي باور 2 اللي هي بي دي ال باور 2 باور 2. ده الليفت، امسك الرايت، طبعا انت شايف الرايت ده شكله صعب جدا الحقيقة، بس على قد ما نقدر هنحاول نظبطه، مفيش حاجة صعبة عليك.
انت طالب شاطر وتقدر تشتغل وتخلص، تروف ده بمنتهى البساطة، يلا على مهلك. تو تنزل زي ما هي، ال A باور 2 ال A بي ام، بي ام عليها كلها باور 2 ماينس 3 ال B باور 2. لا احنا بننزل ال B زي ما هي 2. ال C بكام؟ بي دي ام باور 2 ماينس 3 دي باور 2، يبقى 2. وزع الباور يلا جوه البراكت، بي باور 2 ام باور 2 ماينس 3 بي باور 2 اوفر 2 تنزل دي باور 2 ام باور 2 ماينس 3 دي باور 2. هناخد كومن فاكتور هنا، مين الكومن فاكتور؟ البي باور 2 هنا وهنا، يبقى البي باور 2 افتح براكت اتفضل 2، خدت البي باور 2 اتفضل جنبها ام باور 2 بس ماينس، خدت البي باور 2 اتفضل 3. طب وتحت اخد الدي باور 2 مشتركة هنا اتفضل مكانها 2 ام باور 2 ماينس 3، كنسل ده مع ده يبقى ايكوال بي باور 2 دي باور 2. طبعا مسائل الستيدنت بوك دي او كتاب المدرسه دي مهمه جدا، طلع الليفت ايكوال الرايت هاند سايد يبقى انا شغلي كله صح زي الفور، الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد. مساله زي دي مساله امتحان يعني. بص الشكل بقى، دخلنا في السكوير روت، طبعا احنا دخلنا على سؤال نمبر 7، يعني احنا حلينا 6 مسائل من النوع ده. تمام، يعني انت المفروض تبقى متمكن وشاطر في الجزء ده. طيب السؤال ده انا عندي ليه طريقة كويسة، ممكن اشيل الروت ده بالباور 2 واحط هنا باور 2، يبقى شكله كده. بصوا 3a باور 2 ماينس 5c باور 2 over 3b باور 2 minus 5d باور 2 equal a over b ال all باور 2، عشان انا حطيت باور 2 شال الروت والباور 2 على كل ده، واعمل بروف ال left hand side equal ال right hand side وشكرا. دي طريقة، او الطريقة التانية نشتغل بالروت عادي ونجيب المسألة يا كده يا تحولها للمنظر ده. تمام، بس انا مش بشتغل كده، انا بشتغل زي ما انت هتشوف دلوقتي. قال لك اي بي سي، قلت له خلاص انا عارف الشغل بتاعي، هقول له ايه اوفر بي ايكوال سي اوفر دي. طبعا انا بكتبها هنا عشان بس المكان يبقى واسع واقدر اكتب البروف، لكن انا بكتبها في الاول هنا واحده واحده كده، اي اوفر بي سي اوفر دي ايكوال مين ام، الاي ايكوال بي ام والسي ايكوال دي ام. دي المصلحه بتاعتنا، هنبدأ نشتغل. ناخد الليفت هاند سايد اللي هو ايكوال سكوير روت على مهلك 3a باور 2 ماينس 5c باور 2 اوفر 3b باور 2 ماينس 5d باور 2، هقول له ايكوال سكوير روت. بص انا شغال بالسكوير روت زي ما انا، هشيل ايه واحط ايه، هشيل الايه واحط بي ام، يبقى 3 شيل الايه واكتب بي ام باور 2 ماينس 5، شيل السي واكتب مكانها دي ام باور 2 اوفر 3 بي باور 2 ماينس 5 دي باور 2 زي ما انا شغال، ايكوال سكوير روت 3 تنزل 3، الباور 2 يتوزع على البراكت زي ما انا علمتك قبل كده، بي باور 2 ام باور 2 ماينس 5 دي، الدي يتوزع الباور 2 يتوزع على الدي والام، ام باور 2 اوفر 3 بي باور 2 ماينس 5 دي باور 2 على مهلك. تقول لي يا مستر مين المشترك فوق هنا؟ الماينس اهي،
اشترك امبورت وهنا وفي امبورت وهنا، ناخد الامبورت وكومن فاكتور، نفتح براكت، اتفضل 3 بي باور 2، انا خدت الام، اتفضل 3 بي باور 2 ماينس 5 دي باور 2 اوفر 3 بي باور 2، طبعا اقفل البريك، ماينس 5 دي باور 2، كنسل ده كله مع ده كله، اتفضل مين؟ اتفضل روت الام باور 2، الروت يشيل الباور تبقى ام بس. هات ال right hand side ال a over b ال a بكام؟ ال a b m، شيل ال a واكتب b m over b، شيل ال b مع ال b equal، يبقى كده ال left hand side equal ال right hand side. حتة الكيوبيك، كيوبيك دي جميلة برضو نفس الفكرة، بس يا مستر صعبة شوية، ولا صعبة ولا حاجة. left hand side equal cubic root 5 a power 3 minus 3 c power 3 over 5 b power 3 minus 3 d power 3 equal cubic root 3 تنزل. مستر في حاجة انت ما كتبتهاش، انت نسيت، هو قال لك a b c d are proportional، a over b equal c over d equal m، اطلع منها بمصلحتين، ال a equal b m و c equal d m، شيل واكتب ال a power 3 اللي هي ال a بكام؟ b m power 3 minus 3، شيل ال c واكتب d m باور 3 اوفر 5 بي باور، هنا في 5 اسف، دي 5 5 بي باور 3 ماينس 3 دي باور 3. ما تكنسلش حاجة غير في الآخر، يعني أنت خليك زي ما أنت شغال، وفي الآخر نشوف حاجة تتكنسل. كيوبيك روت 5 الباور 3 نوزعها، يبقى 5 بي باور 3 ام باور 3 ماينس 3، وزع الباور دي باور 3 ام باور 3، وتحت 5 بي باور 3 ماينس 3 دي باور 3. ما تجيش تقول لي مستر كنسل البي باور 5 مع ال 5 والبي باور 3 مع البي باور 3 مش عارف ايه مع ايه، مش كده. خد الكومن فاكتور الاول من فوق لو في كومن فاكتور من فوق، او من تحت لو في كومن فاكتور من تحت، نبص فوق كده، في ام باور 3 هنا وام باور 3 هاخدها كومن فاكتور. وافتح براكت واكتب الباقي 5 بي باور 3 ماينس 3 دي باور 3 اوفر 5 بي باور 3 ماينس 3 دي باور 3، كنسل كل ده مع كل ده، اتفضل مين؟ كيوبيك روت ام باور 3 اللي هتبقى ام بس. شفت ايه كنسلت ازاي في الاخر؟ رايت هاند سايد اللي هو a بلس c اوفر b بلس d، شيل ال a واكتب bm بلس، شيل ال c واكتب dm over b plus d، ما تكنسلش b مع b ودي مع d، غلط، شوف كومن فاكتور فوق خده الاول، يبقى b plus d over b plus d، كنسل كنسل، يبقى فاضل مين؟ m، يبقى كده ال left hand side equal ال right hand ايه؟ hand side. طبعا دي مسألة number 9 ودي آخر مسألة في الشكل ده. طبعا المسألة دي ما جاتش في الامتحانات قبل كده، دي تمام، مسألة صعبة شوية يعني، برضو ما فيهاش حاجة يعني، كل المسائل ما فيهاش حاجة، يلا بينا نحلها.
السؤال ده بيعتمد على إنك فاكر رول البرفكت سكوير. أنا هاخد الليفت هاند سايد اللي هو a بار 2 ماينس 2ac بلس c بار 2 اوفر ac. أول حاجة اسأل نفسك دايما ده إيه؟ ده فكت براكت بيرفكت سكوير لما كنا بناخد روت الأول وروت الأخير في ميدل 2. روت الـ a باور 2 a بس، وروت الـ c c بس، وكنت تاخد ساين اللي في النص ماينس. يبقى تاخد روت الأول وروت الأخير، تفتح براكت عليه باور 2، تاخد روت الأول وروت الأخير، روت الـ a باور 2 a وروت الـ c باور 2 c، تاخد ساين اللي في النص أوفر a c. كده احنا ظبطناها. طبعا انت عارف ان ال A over B equal C over D equal ال M، اطلع منها بمصلحتين A equal B M وال C equal D M. خلاص حفظتها انت على مهلك. ال A minus ال C ال A بكام؟ B M minus ال C D M بار كام؟ بار 2 over ال A اللي هو B M minus ال C اللي هو times سي اللي هي دي ام على مهلي. هنا مين الكومن؟ ولا مستر كومن ايه؟ فكر بس شوي، فكر شغل دماغك معايا. تقول ماشي شغل دماغي في ام وام، اخد الام كومن فاكتور، تطلع ام من هنا ام كومن فاكتور تمام، اتفضل بي ماينس دي الاول باور 2 اوفر ام تايمز ام ام باور 2 بي. طيب نكمل هنا الباور 2 ده على الام وعلى البراكت بي ماينس دي، قلت له يبقى تطلع ام باور 2 والبي ماينس دي زي ما هي باور 2 اوفر ام باور 2 والبي ماينس والبي دي. ام باور 2 مع ام باور 2 يتفضل بي ماينس دي باور 2 اوفر بي دي. ده الليفت. نخش على الرايت. الرايت هاند سايد اللي هو اساسا بي باور 2 ماينس 2 بي دي بلس دي باور 2 اوفر بي دي. نفس الكلام تقول يا مستر ده براكت عليه باور 2، باخد روت الاول وروت الاخير، روت ال b باور 2 b وروت ال d باور 2 d، واخد ساين اللي في النص مستر. طب ما ده هو ده، يبقى therefore ان ال left hand side equal ال right hand side. وفين الصعب يا مستر؟ فين الصعب؟ الصعب انك تفتكر ان ده perfect square، ده الصعب. بس كده يجي يقول لك x over 3 y over 4 z over 5 prove that ان ده كله equal half. قلت له سهلة، x over 3 equal y over 4 equal z over 5 equal m. اطلع منها بثلاث حاجات 3 m y equal 4 m و z equal 5 m، او x equal 3 m y equal 4 m z equal 5 m. بس خش على left hand side اللي هو 2y ماينس z اوفر 3x ماينس 2y بلس z ايكوال كام؟ قلت له ايكوال، شد خط شيل ال y وحط، يبقى 2 تايمز شيل y وحط كام؟ 4m ماينس z اللي هو 5m اوفر 3 تايمز ال x اللي هو 3m. شلت ال x وكتبت 3m، شلت ال y وكتبت 4m، شلت ال z وكتبت 5m ماينس 2 شيل الواي واكتب 4m بلس z اللي هي 5m. 2 تايمز 4 ب 8 8m ماينس 5m. 3 تايمز 3 9m ماينس 2 تايمز 4 ب 8m بلس 5m. 8 ماينس 5 3m، 9 minus 8 1m plus 5 6m. m باي باي مع m،
او حطها 8 ماينس 5 على الكالكولتر، 9 ماينس 8 بلس 5 تطلع لك 6، تطلع 3 اوفر 6 كده. كنسلنا ام مع ام، 0 اوفر 6 دي هي ايه؟ الهاف. خلصت. يبقى كده عملنا، يبقى الرايت هاند سايد ايكوال هاف، يبقى 0 4 من الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد. نفس الكلام x over 3 equal y over 4 equal z over 5. أطلع منها شوية حاجات، إن ال x equal كام؟ 3m، طبعا equal m لازم تقول له equal m، يبقى x equal 3m، y equal 4m، و z equal 5m. x 3m 4m z m، أي ratio زي كده على طول equal m. هناخد ال left hand side square root 3، شيل ال x طبعا export ونكتبها الأول، يبقى 3 times، شيل ال export واكتب مكانها 3m power 2 plus 3، شيل y power 2 واكتب 4m power 2 plus z، شيل ال z اكتب 5m power 2. شايف؟ شلت ال export، كتبت ال x هي 3m وال y هي 4m وال z هي 5m، عملت replacement بس. equal square root 3 times، وزع الباور 3 باور 2 m باور 2 بلس 3 باور 3 تايمز 4 m 4 باور 2 m باور 2 عشان جوه البراكت، بلس 5 باور 2 m باور 2 طبعا ايكوال سكوير روت 3 تايمز 3 باور، يعني لو حسبنا دي تطلع 27 m باور 2 بلس 3 تايمز 4 باور 2 تطلع 48 m بار 2 بلس 5 بار 2 ب 25 m بار 2. طبعا حطيتها على الكالكوليتر 27 48 و 25 طلعت 100 m بار 2. الروت بتاع 110 وروت ال m بار 2 m بس. ده الليفت، نجيب الرايت اللي هو 2x بلس 1. 2x اللي هو 2 تايمز، شيل ال x واكتب مكانها 3m بلس ال y اللي هو مكانها 4m، 2 تايمز 3m 6m بلس 4m equal 10m. يبقى كده ال left hand side equal ال right hand side، ال left equal ال right.